تمام. احنا كنا زمان بنشوف الفيلم الاستعراضي حقيقي والمسرحية الاستعراضية والتابلوهات الاستعراضية، في حتى اللي في الحفلات والإيفنتات والحاجات دي، حتى دي ما بقتش موجودة. يعني احنا ما بقاش عندنا فيلم استعراضي، حقيقي ما بقاش عندنا مسرحية زي شارع مثلا محمد علي أو حتى مسرحيات فيها استعراض. احنا كان كل قراية وسكينة كان فيها تابلوهات كان فيها استعراضية، طبعا. فاحنا ما عادش عندنا ده. مع ان هم زمان امكانياتهم ما كانتش زي دلوقتي، يعني كان بيسافر المانيا يعمل جرافيكس. دلوقتي احنا عندنا عشان يعملوا، كانش اسمه جرافيكس، كان خدعه، كان خدعه كان بتتكتب خدعه الكترونيه، صح؟ على التتر، صح؟ انا فاكره. فدلوقتي الامكانيات اسهل، الحاجات موجوده ومتاحه، والراقصين والمزيكا والتصوير والاضاءات. ده انا حاسه ان هو المفروض العكس، يعني المفروض نستغل التطور اللي وصلنا له الامكانيات والامكانيات اللي وصلنا لها، ان احنا نقدر نعمل ده دلوقتي بكل سهوله. ومعلش لو انا غلطانه صلح لي، المسلسلات كمان دلوقتي بقى البادجت بتاعها كبير جدا. فالفلوس اللي بتتصرف في مسلسل، طب ما تتصرف على عمل كبير كده في كل حاجه. هو هرجع واقول لك برضه المتلقي اختلف. المتلقي في الفتره ما بقاش عايز، يعني طب احنا اهو بقى عنده وسائل تانية، بقى عنده وسائل تانية بيشوفها، زي ما قلت لك الموبايل ده غير خريطه الدراما والسينما والفن بشكل عام. غير كمان غير هقول لك على حاجه كمان يعني مهمه جدا ليها علاقه بالفوازير، وهجاوبك على حاجه انت قلتيها مهمه، ان في حاجات فعلا اختفت. هقول لك على حاجه، مش زمان كان في المونولوجيست والنكته والراجل اللي بيطلع يقول نكت؟ هل موجود دلوقتي في مونولوجيست دلوقتي في واحد يطلع يقول نكت؟ انت النكت عندك بتتكتب بس في ستاند اب كوميدي، يعني حاجات موجوده ما هو بشكل بقى ده اخر، ان احنا نشوف صيغه جديده او فكره مختلفه نقدم بيها، زي جودر اللي هي الف ليله وليله اللي بتقدم حاليا. انا شايفها ناجحه، وانا تابعتها من خلال الخمس ست حلقات اللي اتعرضوا دول، شايف ان هي حلوه جدا ومعموله فعلا بعناصر ابهار جديده وبامكانيات يعني ليها علاقه بالعصر اللي احنا فيه، وفي نفس الوقت ممتعه. هو ده، لو احنا عملنا ده في الفوازير ولقينا حد كتب فكره حلوه واخترنا فنانه عندها كل العناصر التمثيل والغنى والاستعراض ودمها خفيف زي دنيا سمير غانم، ممكن تنجح. وهي دنيا عملت تجربه شبه دي على فكره من 3 سنين كده في مسلسل، حتى الناس ساعتها وعملت حاجه تاني بعدها، كانت هي وخالد الصاوي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا استاذ جمال، يمكن دلوقتي بيعرض واحد من الاعلانات طبعا بدون ذكر اسماء، هو عباره عن فوازير، هم برضو الى حد ما الناس بتسمع، الناس برضو يعني ما اعرفش ده الحنين بتاعنا كلنا، ان احنا يبقى عندنا ان احنا يبقى عندنا فوازير. احنا نفسنا نشوف الفوازير. طب مين نجم بقى الايه، مين نجم ممكن يكون استعراضي؟ احنا كان عندنا نجوم يعني زمان استعراض، مين نجم راجل؟ بص هقول لك، انا وجهه نظري ان لو احنا بنختار راجل غير، يعني احنا اخترنا دنيا سمير غانم في الستات، لو في رجاله انا ارشح 3. احمد امين دمه خفيف وبيعمل استعراضات كويس وعنده كل ادوات الممثل زي ما قلت لك. ممكن اكرم حسني برضو، ممكن ميكي لان ميكي عمل، لو انت فاكره فيلم طير انت، عمل استعراضات مع دنيا سمير غانم جوه الفيلم كتيره، وعملوا حاجه قريبه شويه من فكره الفوازير، ان كل شويه بيروحوا في عصر وبيروحوا في زمن وبنشوف. احنا دايما بنعتمد برضه يا استاذ جمال على فكره ايه، النجم الوسيم في الفوازير، صح كده؟ والنجمه الحلوه في اللي هي مانيكان ما فيهمش غلطه، اللي هم يعني هم دول. بس مش شرط، ما هو قدمها هنيدي وقدمها محمد سعد وقدمها يحيى الفخراني وقدمها نجوم كتير ما كانوش يعني بيتمتعوا بالوسامه اللي هي بتاعت احمد عز او كريم عبد العزيز.